تعرضت شقيقة الفنانة المصرية نهال عنبر لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى ابن سيناء. نهال كشفت تفاصيل مرض شقيقتها بتصريحات صحفية، حيث قالت: شقيقتي تعاني من التهاب رئوي حاد وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة. وأضافت: الأطباء أكدوا أنها ستتواجد بها لعدة أيام أخرى، وهي تتلقى علاج بجرعات مكثفة من المضادات وجهاز التنفس، وأتواجد معها بصفة دائمة. وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر قد نشرت مؤخرا صورة لشقيقتها ودعت لها بالشفاء العاجل، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع انستغرام: ربنا يشفيك ويعافيك يا أعظم أخت لي. جمهور الفنانة المصرية دعوا لشقيقتها بالشفاء العاجل، فيما أبدى عدد كبير منهما ملاحظاته بوجود شبه كبير يجمع بين الشقيقتين. يذكر أن نهال عنبر كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني وإدوارد وهنادي مهني وجمال عبد الناصر وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا. وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.